بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله في السيريز بتاعت الفورم عن الإيميل إنبوت. إنبوت إيميل خاصة بإن أنت تسمح لليوزر بإنه يدخل الإيميل بتاعه. رايت ماشي، ما فيها مشكلة بيها. كل اللي أنت محتاجه الكيورد إيميل، تمام. اوكي، وفي الكيورد ايميل لو انا رحت بالبريفيو بتاعي زيه زي اي سيرش، بس بيسمح بارقام ونصوص والكلام يبالغ فيه. طيب ايه القصه؟ هنرجع نعيد السيناريو مره تانية. لو انا رحت الموقع اوريدي مرفوع جاهز وضغطت على الايميل، لو انا بمجرد ما اني اعمل كليك هيروح الاوتو كومبليشن يجيب لي الداتا بتاعتي، لان انا عملت كنترول على الايميلز دولت، فدولت بتوعي، فاهمني؟ فالنوع ايميل ده بيسهل على المستخدم ان هو لو هو كان عامل او منشط الديفوت علشان البراوزر يحط له الاوتو كومبليشن للبيانات اللي هو داخلها، فبالتالي هيلاقي قائمة الايميلز اللي هو بيدخلها بشكل متكرر. ليه؟ لانها مربوطه بالكيورد بتاعت ايميل، ده اللي بيخليه سبيسيفيك يجيب له الايميلز في الايميلز، ده اللي بيخليه سبيسيفيك يجيب له التليفون بتاعك في التليفون. ليه؟ لان نوع الحقل ده تجمع عباره عن ايميل، ونوع الحقل ده عباره عن تليفون، بس مش اكتر. ديت الجانب الوظيفي يا شباب، الجانب الوظيفي من استخدام الاجزاء بتاعت الفورم ديت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.